كورونية جديدة نتعرف من خلالها على آخر أخبار ومستجدات وأرقام كورونا ومتحوراتها محليا وعالميا، فأهلا بكم دائما في متابعتنا الإخبارية. أوميكرون قد لا يكون آخر متحورات كورونا، لذلك الحذر قد لا يكون واجبا فقط بل ضرورة حياة. الالتزام بالاشتراطات الصحية مسؤولية مجتمعية بالتزامات فردية وجماعية. ونبدأ مع أرقام وإصابات كورونا حول العالم. تجاوزت عدد الإصابات بهذا الفيروس 428 مليون حالة. نسبة المتعافين بلغت 83%، برقم يزيد عن 356 مليون حالة. أما بالنسبة لحالات الوفاة فبلغت نسبتها 1.4%، برقم يزيد عن 5 ملايين حالة. جائحة فيروس كورونا قد تنتهي هذا العام، هذا ما كشفت عنه منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى أنه بعد متحور أوميكرون لن تحدث موجات جديدة للعدوى في العالم، وهذا ما لا يستبعده علماء الأوبئة. وأشارت منظمة الصحة العالمية بأنها لا توصي برفع القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا، كما أن متحور أوميكرون يمكن أن يسبب مسارا شديدا للمرض، وذلك يجب تطعيم جميع من هم ضمن مجموعة الخطر. أعلن القصر الملكي البريطاني أن الملكة إليزابيث ألغت اجتماعاتها الافتراضية اليوم عبر الإنترنت بسبب أعراض فيروس كورونا. وقال المتحدث باسم قصر باكنغهام أن الملكة إليزابيث ألغت جميع مواعيدها المجدولة عبر الإنترنت لأنها لا تزال تعاني من أعراض شبيهة بالبرد الخفيف بعد أن ثبتت إصابتها بفيروس كورونا. ولا زلنا مع أخبار بريطانيا، حيث أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن الحجر الإلزامي للمصابين بكوفيد في إنجلترا سينتهي العمل به الخميس، ليرفع بذلك أحد القيود الرئيسية لمكافحة الجائحة بعد عامين من تفشي الفيروس. وقال رئيس الوزراء المحافظ أمام البرلمان إن بلاده لديها الآن مستويات كافية من المناعة للانتقال من حماية الأفراد من خلال تدخل الحكومة إلى مقاربة تقوم على اللقاحات والعلاجات باعتبارها خط الدفاع الأول. وقع وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانسا مرسوما بإلغاء إلزامية العزل الصحي بالنسبة للقادمين إلى البلاد من خارج دول الاتحاد الأوروبي، ويكتفي بالشهادة الصحية الخضراء. وبهذا المرسوم الذي يسري مفعوله اعتبارا من مطلع مارس المقبل تطبق إيطاليا على القادمين من البلدان غير الأوروبية نفس القواعد المعمول بها بالفعل في البلدان الأوروبية. يذكر أن شهادة الصحية الخضراء العادية تشمل شهادة التطعيم ضد كوفيد 19 أو شهادة التعافي من الوباء أو الاختبار السلبي. أوميكرون متحور جديد لسلالة كورونا، يذكر العالم بأنه مهما تعددت المتحورات تظل المواجهة واحدة، باليقظة احترازاً
وباللقاح والكمام وقاية. زف وكيل الصحة المساعد للصحة الوقائية في السعودية الدكتور عبد الله عسيري البشرى بقرب نهاية جائحة كورونا، فقد أكد عبر تويتر أن المملكة على مشارف نهاية الجائحة، مضيفا أن المملكة ستخرج منها أقوى سياسيا وصحيا واقتصاديا. كما أوضح أن أهم أسباب تميز المملكة في مكافحة كورونا هو القيادة السياسية، حيث وجه خادم الحرمين الشريفين إلى شعبه في بداية الجائحة كلمة مفادها أننا أمام وضع استثنائي يستدعي إجراءات استثنائية، لافتا إلى أنه تم رفع التعامل مع الحدث إلى أعلى مستوى. أشارت الدراسات إلى أن 3 جرعات من اللقاح أو حتى جرعتين فقط كافية لحماية معظم الناس من الأمراض الخطيرة والوفاة لفترة طويلة. وأوضح جون ويري مدير معهد علم المناعة في جامعة بنسلفانيا أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عام أو المعرضين لخطر الإصابة بالمرض قد يستفيدون من جرعة رابعة. بدورهم قال مسؤولو الصحة الفيدراليون في الولايات المتحدة أن هم لا يخططون للتوصية بجرعات رابعة في أي وقت قريب وفق صحيفة نيويورك تايمز. في العام الماضي أجبر الوباء كرنفال فياريجيو على السماح بحضور 5000 متفرج فقط، ويعتبر هذا الحدث السنوي الأبرز في مدينة فياريجيو الإيطالية ومن أشهر احتفالات الكرنفال في أوروبا. وبفضل حملات التطعيم وتقليل خطر الإصابة بفيروس كورونا، يستقبل المنتزه الساحلي زواره بأعداد غير محدودة للاستمتاع بالفعاليات والعروض. ويرى منظمو الحفل من السكان والفنانين الذين عملوا على إنشاء وتشغيل العربات الشاهقة والملونة أن عودة الكرنفال يمثل ولادة جديدة للمدينة الخلابة. تتشكل ملامح الزمن ومتغيراته على يد من يسعى إلى التغيير، فكلما وجدت العزيمة والإصرار تحقق الهدف والمسعى. ونحن في زمن الجائحة كسبنا كل خبرة ودراية عن تلك المتغيرات التي عاصرناها، فلذلك نجد من تفهم معطيات المرحلة استطاع أن يجتاز اختبارها الصعب، ونجد من فشل حتى سقط في وحل كورونا. بالروح الوطنية والعزيمة والإصرار تجاوزنا أزمة كورونا بفضل الله، فلنحافظ على هذه الروح العالية فهي كفيلة بتجاوز كل الأزمات. دمتم بحفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.